مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جاوبني سبور. اليوم نزلنا الشارع الجزائري باش نتعرف كيف عاش المواطن الجزائري اجواء كاس العالم. تابعوا معنا. السلام عليكم. السلام. اليوم عندنا سوجي على ليكيب ناسيونال، كيفاش عشت اجواء كاس العالم وهل شاهدت جميع المباريات؟ نو ما تفرجتش لي ماتش كاع باسكو ما عنديش الوقت اصلا. تفرجت غير لي ماتش تاع الجزائر بطبيعه الحال، وتفرجت لي ماتش تسمى كما نقولوا الدومي فينال مام المصاروه تفرجتهم، بصح كيما تاع في الاول ما تفرجتش، تفرجت غير ماتش تاع الجزائر برك. واما الماتش اللي حسيته انت شويه صعيب على الجزائر؟ تاع المروك بيان سور، الماتش تاع المروك جاي ديفيسيل. الفينال كنت حاب نكون مع تونس ولا فضلت مصر؟ انا حبيت مصر ولا المروك، هادو هما لي دو زيكيب اللي حبيت نطيحو معاهم في الفينال. شغل توانسه خاوتنا، شغل ما حبيتش، شغل حنا باع لي روح يبكي مسكين ما يستاهلش، شغل خاوتنا شغل جاو عزاز علينا وجا فينا شباب الله يبارك وربحنا والحمد لله. وان شاء الله مازال نزيدو نربحو لي ماتش تاع لا كوب دافريك الجاي ان شاء الله، ونزيدو ندوها ان شاء الله. وبيان سور ماذا بينا نروحو كما يقولوا ليكيب ناسيونال، شغل ما تبقاش غير هنا برك، تروح ان شاء الله للبعيد ان شاء الله. والله باش نقول لك يعني البالون شويه الجو تاعو واعر شويه ماشي ساهل. واش نقول لك، كانت الحراره تاع كي لحق بالون تاع ليكيب ناسيونال، يعني الماتش هذا ليكيب ناسيونال ما كاش اللي ما يحبش بلاده تربح، هذه ما كاش اللي ما يحبش يطلع العلم بلاده. وتوجور يقول لك سبور فيه ربح وفيه الخساره. وانا كنت حاب نشوف بريباري تاعهم على المروك في لافينال. ونورمال ساهل كوب دارابو كوب دافريك ندوها ان شاء الله. هو صح نورمال، خاطر باينه بلي نربحوها باينه. كنت حاب نطيحوا فينال مع تونس ولا كنت حاب نطيحوا؟ لا كنت حاب نطيحوا مع مصر ولا مع المروك، كان على بالي حنطيحوا مع مصر يمين وما نطيحوا مع المروك ونربحوهم باين. تاع خاطر هذيك 9 دقائق ما لعبت في حتى بلاد، هذه 9 دقائق. حنا توجور الجزائر عندها مشاكل في الصفار، كي نحكوا الحكايه تاع 82 ولا تريشاو لنا البالون باش ما نجوزوش كوب دومون، وهذه تاع قاطر ربي سبحانه ما يعني ما حبش، ما كيما نقولوا الدنيا هذه كل حاجه بالنيه. ربي سبحانه عطى لهم ماركو بيت، جاتنا بيناتي والاربيت احنا مع اربيت يخاف من ربي سبحانه، خاف شاف باللي دار غلط عطانا 9 دقائق ماشي في محلها، خاف من ربي عاود ولا التركيز تاعو. جاتنا بيناتي ما قالك بيناتي ما خيبها الناش باسكو خاف الضمير تاعو ما هناش الضمير تاعو. استفدنا هذيك بيناتي، الاربيت كيما نقولوا يعطيه الصحه، خاف مولاه وخدمته صالحه. كانت لا فينال شويه واعرة مع كونتر تونس، بصح انا ما كنتش حايب نتاهلوا مع تونس، كنت حايب نتاهل مع مصر، خاطر مصر تبان شويه واعرة عليها ومزيه دينا لا كوب والحمد لله. الماتش تاع المروك كان صعيب بزاف، كل ما نماركيو حنايا هما يماركيو وما يخلوناش قاع نفرحوا. لا كنا قلبنا كان واعر وكنا خايفين بزاف. بعد تأهلنا لي فيناتي ربحناهم 5-2 نورمالمون، ودينا لا كوب وفرحنا على الجزائر كي دات كأس العرب. اللي جاني سال تاع تونس وكنت حبيت نطيحو مع مصر فينا. الله فرحونا، كانت صعبة يعني في الدقيقة الأخرى بدل كاع لي جوار، كاين لي جوار اللي كانوا يلعبوا من قبل في ليزيميناطوار جابوا واحد أخرين وين لعبوا فرحونا، هذاك هو الصح. الماتش الواعر اللي كان واعر المغرب الجزائر، وكانوا يقولون نربحوكم وربعة ومنا، وهي صح ماشي هدرة في ستاد وربحناهم. وبالليلي ميور جوا غران جوا في الموند كومبلي في الكاس العرب، بالليلي تحيا بالليلي تحيا بالليلي. واما هو الماتش اللي جاك انت صعيب حسيته صعيب بزاف؟ مروك مع المغرب، ماتش شباب وصعيب، لا صعيب، كاين عباد طاحوا كاين عباد مرضوا. الماتش هذاك تما كان لازم يربحوا، ما دخلوها في بوليتيك، وما بداوها بوليتيك، حنا مع الشعب خاوه وما حبوا يدخلوها بوليتيك. احنا لعبنا ربحناهم
سكتوا علينا الحمد لله. انا كنت حاب نطيحوا مع مصر، مصر ما يبوناش فهمتي، حنا فور عليهم وما كانوا باغيين يربحونا وما حنا ربحناهم، بس كذاك بيناتي ما كاش منها فهمتي اختي، ما كاش منها لما مو هذاك الماتش حنا ربحناه صافي. انا كنت حاب نطيحوا مع مصر ونعطيهم طريحه. صباح الخير ولا مساء الخير ديجا جزائر انوان، مرحبا بكم ولا مرحبا بي، انا متبسه هنا عندكم. شفت لي ماتش مع اول مره نتفرج لي ماتش، بقيتكم يديروا ستريس اول مره نتفرج، كنت مهتمه. واخر ماتش تفرجته تاع تونس وجزائر تفرجناه في صابليت، كانت اجواء حاره وما نقدرش نوصف، فرحه كبيره كي دينا الكوب دارب، ونتمنى نتمنى من كل قلبي نجاحات في كل الميادين كما كنت تقول لك، وجزائر رابحه في كل حاجه، رابحه ايكيب تاعها قوي، المدرب تاعها قوي، بالماضي عرف يوصل الرساله للبقره، خاصك ما لازمش يبقى واحد في اي ميدان حاكم البوست هذاك، لازم يعطي الفرصه للشباب اللي اقل منه، ونتمنى كل الخير للجزائر. صاي المهم نحنا الجزائر ديما نحبوها رابحه، نحبوها ناجحه، ونحبوها احسن، هي احسن البلدان الجزائر، غير ما نعرفوش يعني كاين اخر ما يعرفش كار الجزائر، بصح الجزائر راهي حبيبتنا ودولتنا وهي مستقبلنا، ومستقبل ان شاء الله الجيل هذا الصاعد. بون الاجواء كانت صعيبه شويه سورتو كي طحنا مع قطر، بون هي كانت باينه بلي احنا ربحوهم، زاد لهم نص نهار ومربحنا وما ربحوش هكذا. وبون فينال ولا كنت حاب نطيحو مع المروك، باسكو المروك عندنا معاهم دي بروبلام كذا، ولا كنا حابين نطيحو معاهم، ولو كان طحنا معاهم نربحوهم وندوك كوب دارب وسكارا فيهم كاع، هادي هي. والحمد لله اللي دينا كوب دارب، ان شاء الله الكوب دي موند ان شاء الله، ومازال كوب دافريك وحده اخرى ان شاء الله، مازال العوام جايين نربحوا كاع لي كوب دي موند لي كوب دافريك كاع ندوهم ان شاء الله. هادي هي المغرب باينه. المغرب كنت جزائر ماتش بزاف صعيب وشغل تاع الاعصاب فهمتي، جاز بريود صعيبه، كنت باغي لا فينال جزائر المغرب، هذا جزائر المغرب ونربحوه، وثان تاع كي ديما غلي ربحناهم، وثان جا ماتش مع مصر ثان ماتش صعيب والحمد لله ربحنا، انا ايكيب كرون ايكيب شابه، حسناها بكل توتر وكامل كنا بزاف فرحانين اللي ديناها، وعجبونا المحاربين الصحراء، وان شاء الله الماء اكثر، وان شاء الله لاكوب دافريك ولاكوب دا دو موند ان شاء الله. هو الماتش اللي جاك صعيب سي كل ماتش المروك، المغرب كان بزاف صعيب وكنا على الاحصاب والدقيقه التاليه، والحمد لله يا ربي دينا لهم، وهذه هي على الاحصاب، بصح نبقاو ديما اشقاء ما شوش المغزل تاعهم هما، هذا هو البالو دار كيما هكذا، وحنا ماذا بينا لكاس العالم ان شاء الله ان شاء الله، ونحيو جبل بالماضي ومجيد بوكره فهمتي، ونبغوا لازم يكون ليكيب في المستوى تاعهم في المستوى. كيما ربحنا مع تونس جاز ماتش فري وير، والحمد لله ربحنا، شغل تاع جاز على الاعصاب، شكون كنا مستنيين نربحو، سورتو كي ماركا سعيود الفرحه ما عندكش كيف نتصورها لك كاع، كيف جزنا اللحظه هذيك، معليش هكذا ماركينا بيت زيدنا ماركينا الدوزيام، خلاص خرجنا كاع جزائر كاع خرجت، ديفولينا وربحنا. وميور جوا جاز في كوب كاس العرب هذه بالليلي، انا تحيه من الجيل بالليلي الله جزنا، والحمد لله ومازلنا كوب دافريكا ان شاء الله نربحوها ان شاء الله. لي ماتش يعني جراو في روح رياضيه ما شاء الله، والماتش اللي عجبني هو الماتش تاع المغرب خوتنا، لعبنا بيان لعبنا مليح، وكنت حاب نطيحوا معاهم في لافينال مي ربي ما كتبش دوماج. ومع تونس ثاني جرات بروح رياضيه فزنا عليهم بصحتنا، وهذه هي انا كنت الماتش اللي لعبنا مع تونس احنا ربحناهم، مي هكاكو اشقاء لي سونز دينا احنا ولا هما سيكولو كيف كيف، مي احنا دينا باسكو احنا اقوياء اليوم احنا غازرين. مشاهدينا الكرام كما شفنا هكذا عاش المواطن الجزائري اجواء مونديال العرب، انا مبقى لي غير نقول لكم تحيه الجزائر بطله العرب بطله افريقيا، نلتقي فرصه قادمه ان شاء الله، سلام.